الأسد. إيوة أنت اللي دبيت على قطتي صح؟ آه بس هذيك عمية ذيك اللي ما ترسل. سيرينا نفسيته تعبانة للحين من إيش؟ من دبتك. يتخطى ما شوف عليه. شوف 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 من ذاك اليوم للحين. شوف يمه لما قلنا لك يا ها شوف الحزن. لحظة لحظة بالله لحظة لحظة بالله لحظة لحظة بالله لحظة يا وش اسمك؟ خلي على البسة خلي على البسة ثواني يا جماعة. ريحة مطر. ريحة ايش؟ مطر. عرفت وش مكان؟ أمانة يا جماعة وش أي منشن قولوا لي؟ يا وذي بس سوى دجاجة من التفريشها. اعتذر له يا سعيد ما لك داعي مرة. أقولها عندني عندني وش المعالق كلها وش تبغين بها؟ وشو؟ المعالق انت وش تبغين بها كلها؟ تجمعينها حديد انت تبيعينها كيلو؟ طب أنا ما شيء. أنا أسرق تبيعينها سكراب انت وليش؟ أسرقه من الجيران. الحكم ما نفذه. تعال حكمي ما نفذته والله أنكم كفو يا عيال. حق ايش؟ المنشن. انا ما قلت لك ارسلي لي في السناب؟ هبي لي نقطه ضيعتك. وينك ما ارسلتي لي يا بقعه؟ صادق قالي والله. شفتي؟ هاي عشان انك ظلمتني انا ما ابغى العب معك. لك حق. يا اخي يحرجوني والله العظيم يحرجوني بالكلام هذا المزيف. يا جماعة هذا مو كلب، هذه قطة. ما بي دجاجة 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 من التفريشة. أسد عين الغلط. قوتشي تعال تعال يا بابا تعال. سهلان ما يبغى يجي. لا لا يا سعيد تبغى ترفع سنابك ويزيد العدد تسوي مسابقة كل يوم 10,000. لا جرى معي 10,000 أعطيتك حق 10,000 فاضي انت يعني 10,000 نهاية الشهر نهاية شهر رمضان كم ادفع لك؟ كم ادفع يعني في المسابقة؟ 600,000؟ والله لو اني ولد الراجحي والله لو اني اخوي يزيد. امانة سعيد سعيد امانة صدق قد شاركت مسابقة يزيد الراجحي ولا لا؟ والله اني اسمع بها لكن والله ما ادري شنو. ما قد شاركت فيها ابدا ما قد كتبت مضغوط. خليك من مسابقة يزيد الراجح للحين. ما شاركتي في مسابقة سعيد حنش؟ لا. المحن نعمة. الله الله ما شاء الله. سبايك ذهب هذه مطليه. ساعات ساعات ايفون 5. اسمع نعمه من اسمع. الله ما احب الساعات انا بس الذهب احبه. الحين جاوبني هذا مطلي ولا صدق؟ كيف يعني مطلي ولا يعني هذه السبيكه هذه السبيكه نفس سبايك البراند هذاك اللي قالوا يلا اللي يشتري من عندنا ياخذ. شكرا عبتر. اللي يشتري من عندنا ياخذ سبيكه ولما وصلت وسوت عليها اعلان صار الودعان الناس كثير اعلنوا بالاخير طلعت مو سبيكه حقيقيه طلعت يعني رقاقه مطليه بالذهب. رقاق رقاق الرقاق الله عليك الله يا زول. اسمع يعني السمبوسه تيجي مطليه بالذهب؟ سب ايوه رقاقه مزيفه. ايوه قشره كان عليها قشره بالضبط. بسم الله عليك تعال تعال سلم. فقول لنا شكلها هي ما دام سكت شكلها هي. طيب كيف 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 نثبت انها حقيقيه؟ وريني وريني بشوف القرطاس. وريني القرطاس. هذا الشعار حقها فاين جولد. شعارها يعني بنت السبيت. او شي قولي قولي كم دفعت وانا اقول كذا اصليه ولا لا. اخذت الواحده ما ودي اقول يعني السعر بس من فوق 1400 من فوق الألف أربعمية. خمسة جرام عيار 24. يقول عيار عيار 24. أقول لك على حاجة حاجة أفضل حاجة أفضل. لا أنا أقول لك على حاجة أفضل من ثواني بس. مبروك مبروك يا حبيب قلبي مبروك 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 يا حبيب قلبي مبروك 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 يا حبيب قلبي مبروك.
شاورما وبطاطس وكريم كراميل، اشرب معاه بيره ولا اسوي معاه شاي؟ من حد الشنعن وقف المناطف اخذ معك سيارته ولا شاي ولا ايش؟ امر علمنا شدها بجين الشده. اقول انا كليت شاورما بعدين كليت بطاطس بعدين كليت كريم كراميل، فهل اخذ معاه بتكان ولا اخذ معاه كولد برو ولا اخذ معاه شاي بيره؟ والله اني مدري فين وديت الفاتوره يا سلام. كان معك فاتوره؟ ايوه فاتوره، انا ما اخذها من محلات ذهب البنك السويسري في جده. طيب اسمع، كم دفعت يعني التوتال؟ هي كلنا الخمسه سبايك هذه ايوه دفعت فيها فوق 6800. ما شاء الله. طيب ايش رايك ترسلي واحده شيك لك عليها؟ تعال تعالي استلميها باليد باليد. لا انت بعيد، انت في ديره ثانيه. ها خلاص اقعدي للجن. ها تعال اقعدي للجن. انت وين؟ انت وين؟ انا في مكه يا جماعه، مع حساب التذكره مع حساب الاغراض والاشياء هذه كل شيء كل شيء يعني سوق اوفر صح من 6000 صح؟ شركه سناب تفوجين. لا هو مو صد يعطيني اياها يعني، الطاقه الذكوريه هو يعطي والطاقه الانثويه تستقبل، فهمتوا؟ ايش؟ وين الكرم؟ سعيد الزهراني ما في مثله، كريم